رمزي، اليوم بديتوا اللعبه ند بالند مع فريق تونسنا وخذيتوا الاسبقيه حتى في الشوط الاول، لكن ظهر لي فما عوامل خلتكم تنهزموا فريق عريث. اللياقه البدنيه هذيك هي، احنا خاطر ما نترناوش الجمله نجيو كان كورو برك كورو برك، هذيك هي اللياقه البدنيه هي اللي خلتنا الناس كلها تشوفها فهمني. اما انا اون بليس نحن ناقصين اربع جولات باهين فهمت، خذها تربي الجمعه الجايه تشوف جمعه اخرى ان شاء الله. اليوم فريق تونس ما بداش الماتش بالكدا، خسر حتى الميتون الاول 2-1، لكن ظهر لي في الشوط الثاني فما عوامل خليته ينتصر بفريق عريث. صحيح اليوم لعبنا الميتون الاولاني، الاولاد مشاو من الاول ومن بعد صارت فوتات وكل شيء، رجعوا علينا زادوا ربحوا، ومن بعد الميتون الثاني ركحنا ومونا كل شيء، ولاد لعبوا بقليب بالرسمي المره هذيا، والحمد لله يا ربي ربحنا بفريق عريث. ظهر لي بعد اربع هزائم فريق تونسنا، وفريق تونسنا ينجم يزيد انتصارات وينجم يكون من ثمانيه الاولاني. شكون قال لك احنا عندنا عقده؟ سي بون البارتيات الاولى تعداو ما كناش في فورما وما عطيناش اللعب اللي نلعبوا به في الاصل، ومن بعد سي بون تحلت وسي بون ان شاء الله ديما هكايا، وان شاء الله من الماتش هذا ان شاء الله تتحل وان شاء الله ديما رابحين على الاقل. اللي ما مشاش اليوم ساعه في الخطوط التونسيه هو مش ما مشاش، الاولاد دخلوا في البريسيبيتاسيون بعد ما ماركيو البونت الاولاني، ضر لهم اللعبه باش فيسع تمشي، ومن بعد كيف ما نجحوش ولا دخلوا في الدوت في رواحهم، معناتها هذاك اللي خلاهم ضيعوا ولا يقبلوا. شو اللي ما مشاش اليوم في لوريدو؟ والله يا بدينا يمكن خلتنا مخر شويه، دونك لي شافمون ما عملناش شافمون بكدا، كيما شفت بريمير ميتون بريسك لي 15 مينوت الاولانيين مازلنا ما دخلناش في اللعبه، خذاو علينا هما معناها الماتش من الاول بالبونتو، حبينا نرجعوا في سكور بريمير ميتون، بون ما نجمناش، دوزيام ميتون وفقنا ربي عدلنا وماركينا الثاني، مي في اخر دقيقه كوره كاو واحد هذيك هي ما عدلونا في اخر دقيقه، وما شاء الله مبروك كاو.
شنو توا تقول بعد المباريات؟ عندكم مباريات صعيبه شوا ماك تعرف توا الشامبيونات ماشي صعاب، يعني شنو التحضيرات منكم كشريك توريدو؟ والله احنا ما حضرناش الحقيقه راهو من الاول قبل التورنوا خاطر جينا لاسكريبسيون مخر وكل شيء، مي بشويه بشويه نحسوا في روحنا قاعدين نرجعوا، عندنا شويه اصابات ان شاء الله دي سي وقاعدين نلهم بهم دي سي ان شاء الله كل واحد يرجع ليفكتيف كامل ان شاء الله تشوفوا حاجه من خير من هناك ان شاء الله. توفيق اليوم عطيتو كل ما عندكم، حضرتوا روحكم بالكدا شديتوا بالكدا، ميم نجم نقولوا اول اقوى فريق واول فريق معناها في الترتيب، لكن ظهر لي دي ديتاي صغار. بون ريلاشمون فيزيك دو انا نكورو في الشامبيون، وبارح مازال كورنا ماتش شوك معناها بريسك ماتش كونت ليكيب لونيه، نحن هوني بريمي في كلاسمون نلعبوا فوتبول 11 دونك اوتوماتيكمون باش تكون فريشير فيزيك ماهيش تعذر، عملنا ميتون باهي زمي طون تخانا في البريسيبيتاسيون ضيعنا الوقت نتاعنا، هذا باركور طويل على الاخر مازالت سي جورني ولا سي جورني مازال تشوفوا اللي بيسيك كل مره خير. الاخضر اليوم فريق بودوس ما لقاش الاريحيه نتاعو كما العاده كما لقات اللي فاتوا، ظهر لي اليوم لقيتو فريق واقف مليح وفريق حاضر بالكدا. والله صحيح فريق واقف مليح ولعب مليح، اما نحن زاد ما كناش في فورمه نتاع العاده، ومش ديما معناها باش نربحوا سبعه وثمانيه باش نلقاو فريق خلقنا، باش نلقاو فريق واقف التالي كما شفتوهم اليوم واقفين التالي يلعبوا عليه كونتر اتاك. نحن معناها نحبوا نكوروا نحبوا ندوروا الكوره، معناتها كما شفتوا لقينا صعوبه شويه، ما الحمد لله انتصرنا معناها الحمد لله.
اليوم خامس جولة في البطولة، فريق بودوس ينفرد بالطليعة. الحمد لله معناتها خدمة قاعدين نخدموا خدمة باهية، كما قلت لك معناتها الماتش صعيب اليوم، ربحنا 5 ماتشات في جرة بعضهم وإن شاء الله نكمل وإن شاء الله البطولة هذه تكون من نصيب. ياسين حضري مبروك الانتصار مع مقابل 2 ماركيت 2 أهداف، يعني شنو سر النجاحات هذه والأهداف الممتازة اليوم؟ والله الحمد لله ربي ساعة الانتصار هذه الناس كلها عاونا فيه، لعبنا بالقدية نحن كالعادة من الأول ما نبدأوش بالقدية في التورنوا ومن بعد بشوي بشوي بدأ الأوتوماتيزم بالجروب، الحمد لله ربي الناس كل قدمت الإضافة والحمد لله أنا اللي الريوسيت ديما موجودة الحمد لله ربي. هذول باش تعمل كيما عم ناول في تونيزيا بزنس كلوب عم ناول، يعني انتصار كان صعب وبعد هزيتوا الدورة، فما اليوم مرة هذه في الدورة هذه فما يعني هكا صحيح يقول لي ماشي تعاود كيما قبل عمنا ولا لعبنا في الكاب ما بديناش بالكدا دو نول من الاول ومن بعد هيك خلطنا بشوي بشوي بدات الماكينه تدور والحمد لله ربي هزيناها عمنا ولا ان شاء الله سنين نقدموا مستوى باهي ونكونوا في المستوى المطلوب ان شاء الله. تو المباراة الجاية كيفاش تحضروا لها، يعني كيما هكا ولا اقوى مونتالمون فيزيكمون؟ والله كيف كيف مباراة كل تحضر كيف كيف، ديما عم نقولوا الربح يجيب الربح، المورال الحمد لله طالع، ان شاء الله نكملوا في الثنيه هذيا ومازال الشامبيونات طويله، مازال فما شكون يطلع وشكون يهبط، مازال طويله، ان شاء الله نقدموا مستوى باهي يليق بالكره نتاعنا ان شاء الله. يوم انهزام 4-2، شنو هو اللي ما مشاش اليوم في فيميك؟ والله مش ما مشاش، مي بون اون بريباري احنا او كور لا سيمين لو ماتش. وسيتي ماتش ديسيزيف، كان نحبوا يعني او موا او ميليو دو تابلو نتعداو، يفالي غاني سو ماتش. بون سوف كو شويه كونديسيون فيزيك، نحن نيتا با بري بور لو ماتش. اون ا راتي كيلكوز اوكازيون، مي بون ابري تو سيتي ماتش دو فوت، يعني واحد يربح واحد يخسر سا اغيف. دونك ان شاء الله بور لي بروشان ماتش او موا نعطيو ان ميور ريزولتا. بون لا سيمين بروشين عندنا زيتون زاد سا اوسي ماتش ديسيزيف ان شاء الله اون فورا تو نوت بوسيبل بور غاني سو ماتش. Yeah!
بعد 5 جولات انتصار عريض. الحمد لله يا ربي، هذا شو نسحقه احنا، ريضنا رواحنا لي ماتش البريسيدون كنا ربحين، من بعد يرجعوا علينا ندخلوا بعضنا فيسع فيسع. الحمد لله الحمد لله يا ربي، تو لازم نجربوا نطلعوا باش نبورسو كاليفي ان شاء الله. اوكي، بعد طول انتظار بعد 5 جولات يجي اول انتصار لكم. والله الحمد لله وزيري، رانا احنا نلعبوا مليح من قبل، اما سبحان ربي مش معني مشيتش معنا في حتى بارتي، نسين ديما نلعبوا عليه تك تك. المرة ذي اخويا الحمد لله تواصلنا معني اللعب الحقاني نتاعنا وحطينا كرة في شبكة الحمد لله. اللعبة مش ماشية معكم بعد هزيمة سبول فارت، هزيمة أخرى المرة هذه، شنو هو المشكل في فريق النقل؟ الأولاد تعبين ونعملوا نلعبوا نحن دوبل شامبيونا، نلعبوا شامبيونا نهار السبت ونلعبوا شامبيونا هذايا، معناها كلي يتعبوا بزيد الأولاد وهاك تشوف شطر الإفكتيف مضروبين، نلعبوا كيما نجموا كهو. كيفاش تشوف بقية شامبيونا في ظل الوضعية هذه؟ هايلة هايلة، هي شامبيونا مزيانة ياسر، أبار الكورة وأبار الربح والخسارة، في الفايدة واحد يعرف أولاد، يعرف عباد أخرين، شركات أخرين، هذيك هي اللي نربحوها، الربح والخسارة حكاية فيها. الفارق من الاول كنتم متصلين، لكن في اخر مباراه كان نجموا يرجع لكم، كنت نجموا حتى تخرجوا بالتعادل ولا هزيمه. صحيح عندك حق، نبهنا هذا قبل الماتش، نعرفوا المنافس مش كيما المنافسين اللي قابلناهم قبل، حذرنا من الاستسهال، مالوروزمون مشينا بالكدا في الماتش، معناها خذينا لي كا، خذينا 2-0 4-1، مي عندنا جيستيون تاع ايفيكتيف، عندنا دي بلوسيور، دونك لازمنا نرتحوا الجوهرات نتاعنا، مي اللي هبطوا قعدوا في مخهم ديما مستسهلين، جينا الخامس جينا السادس وكل، اون فان كونت كيما قلت لقينا روحنا 4-3، شعرنا اللي خسرنا معناها
لي بوان تاعنا هوروزمون كنا مانتوني لو سكور وانا غاردي لي 3 بوان تاعنا باش نقعدو بالكدا في الكورس ان شاء الله. شفناك اليوم وقت اللي نتوما رايحين 4-1 تكلم في الولاد تقول لهم رانا في جولا فيراج خايبين. صحيح عندنا اون ديفيت اسي سيفير كونتر بودوس 6-1 قاعدين نربحوا احنا من وقتها براتيكمون توا كلهم دي فيكتوار 4 فيكتوار وان سول ديفيت مي الجولا فيراج نتاعنا مازال خايب معناها موان 3 والجولا فيراج باش يحكم بتيتر في الكاليفيكاسيون الاخرانيه توا عندنا توا موان 2 دونك وقت عندك فرصه باش تاخذ السكور باش تاخذ الفارق الفو ميو تحسن الجولا فيراج نتاعك تستحقه في الاخر. اليوم ما بديتوش المباراه كما يلزم لكن ظهر لي اخر مباراه كنتوا تنجموا ترجعوا حتى بتعادل ولا انتصار. والله ماك تعرف انت واللعبه اليوم 3 بوان ترجعنا بالكدا في الكورس النتائج نتاع اليوم في صالحنا نحن على غير ما حبش كره زوز ديجا مع حمراء رجعنا بعد شويه في اللعبه ماك تعرف وقت وهذيك هي الكره هما اجدر اليوم ربحونا صح اليوم والجاي القادم ان شاء الله خير.